السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامج يستفتونك، والذي يأتيكم في هذا التوقيت من كل مساء عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الأستاذ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، باسمي وباسمكم ورحبوا به أجمل تحية. حياكم الله شيخ خالد. حياكم الله العضو، عضو الإفتاء. عضو الإفتاء. نعم حياكم الله. الله يحييكم شيخنا. أسعد إخواني وأخواتي باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم تباعا على هاتف البرنامج وأيضا عبر أدوات التواصل الاجتماعي، فحياكم الله وحيا الله أسئلتكم واستفتاءاتكم. حياكم الله يا شيخ خالد. نبدأ على بركة الله بهذا السؤال من الأخت فاطمة، تقول: صحة حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه إنما يغسل الثوب من خمس البول والغائط والمذي والمني والقي، وهل يحتج به ويعمل به في الأحكام؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيما يتعلق بالنجاسات، الواجب على المؤمن أن يطهر بدنه وثيابه منها لعموم قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، فإن الله عز وجل أمر بتطهير الثياب، وأفاد هذا تنقيتها من كل ما يشوبها. وقد تعددت أقوال العلماء في تفسير الآية، هل الثياب هنا الأخلاق، هل الثياب القلب، هل الثياب هي الثياب الحسية، وكل هذا مشمول بالحديث داخل فيه، لكن دلالة الآية في تطهير الثياب جلية، لأن الثياب تطلق على هذا، ولو أطلقت على غيره فهو لا يخرجها عن الدلالة. ولذلك يجمع منعقد على وجوب تطهير الثياب من النجاسات للصلوات، ويستدلون بهذه الآية في قوله تعالى: وثيابك فطهر. وهذه الآية عامة، لا تختص قدرا معينا من النجاسة، بل التطهير يشمل كل ما يعلق بها من النجاسات، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ثم إنه خلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما فعلتم ذلك؟ قال: ورأيناك خلعتها فخلعنا. فقال: أخبرني جبريل آنفا أن فيهما قدرا، ولم يقيد ذلك بقدر من القدر الذي يوجب التخلي من الثياب، فيشمل القليل والكثير. وأما ما يتعلق بقول عمار: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقي والدم والمني، فهذا يدل على مشروعية غسل الثوب من هذه المستقذرات، والحديث في إسناده مقال وهو عند الدارقطني، لكن ما دل عليه من معنى صحيح، وهو أن الثياب تخلى من كل ما يستقذر، سواء كان المستقذر نجسا أو كان المستقذر أو سواء كان المستقذر نجسا أو كان المستقذر مكروها مما تأنفه النفوس، كالنخامة مثلا والمني، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحكه بظفرها من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا ثم يخرج فيصلي فيه، وهذا يدل على أنه ليس بنجس، وهو مما استدل به القائلون بطهارة المني، لكن مما يطلب التوقي منه لأجل أنه مما يستقذر. فخلاصة الكلام أن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد، لكن معناه صحيح، وهو أنه يطلب في عموم حال الإنسان وفي صلاته على وجه الخصوص التطهر من كل قدر، سواء كان نجسا أو كان مما تكرهه النفوس وتستقذره. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا أحد الإخوة في تويتر يقول: أحفظ القرآن ولله الحمد، لكن عندي مشكلة في النسيان، مع أني لا أتركه ولكن يتفلت مني بسرعة، ماذا أعمل وهل علي إثم في هذا؟ هو ما كان من نسيان الإنسان للقرآن من غير عمل منه، فإنه أي من غير تقصير منه، من غير سبب منه، إنما بمقتضى فطرته وطبيعته في حفظ، فهذا لا شيء عليه فيه،
لأنه لا يأثم على ما كان من أمر خارج عن قدرته وإمكاناته. لكن ينبغي أن لا يقول نسيت كذا وكذا، بل يقول أنسيت، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا وكذا، يعني أو آية كيت وكيت، بل هو نسي. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه ينبغي الإنسان في ألفاظه أن يراعي الأدب حتى في حديثه عن نفسه وفي حديثه عن أمور طبيعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: في علاج النسيان استذكروا القرآن، فله أشد تفلتا أو تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. وهذا يدل على أن الواجب على من الله عليه بحفظ شيء من القرآن أن يعالج النسيان بالاستذكار والتعاهد ودوام القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النسيان وذم أن ينسب الإنسان النسيان لنفسه بأن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل يقول نسيت ثم أو أنسيت. ثم لفت النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه إلى ضرورة العناية باستذكار القرآن لمعالجة النسيان، وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يحث على تعاهد القرآن كما في حديث أبي موسى وحديث ابن عمر. ولكن هذا التعاهد لا يعني أن لا يقع النسيان من الإنسان، فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في المسجد أو استمع قراءة في المسجد من رجل، فقال رحمه الله لقد أذكرني آية لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أنسي آية، لكنه نسيان عارض، ويستحيل أن يدوم هذا النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ القرآن، وما عرض له من نسيان هو بمقتضى البشرية الذي لا يقره الله تعالى عليه بل يذكره. ومن ذلك ما جرى من تذكير هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فليس على الإنسان ذم ولا عيب في النسيان الذي يكون بسبب الطبيعة والفطرة، إنما الذم فيما إذا كان الإنسان نسي القرآن بتفريط منه وبعمل منه، فإنه حينئذ يكون قد وقع في معصية، إذ إنه لم يفعل ما أمر به من استذكار القرآن، من مراجعته، من تعاهده الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. وإليه يشير ما جاء في السنن وإن كان في بإسناد فيه ضعف من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم أنسيها. وهذا يدل على أن أو ثم نسيها، وهذا يدل على عظيم الذنب المرتب على نسيان القرآن إذا كان ذلك بفعله، بتفريطه، بعدم قيامه به، بعدم مراجعته، بعدم استذكاره. أما إذا كان يراجع ويحفظ ويستذكر فإنه لا حرج عليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يذكرنا من كتابه ما نسينا. اللهم آمين. أخونا محمد من تشاد يسأل شيخنا، يقول: الزينة التي تضعها المرأة على يدها أحيانا نقوش وأحيانا ذهب أو غير ذلك، هل يجب عليها ستر هذه الزينة خصوصا إذا ارتفعت إلى المرفق؟ بالتأكيد لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها التي يجب عليها سترها، وهي الزينة الباطنة. والزينة الباطنة هي التي أمر الله بسترها في قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها هو ما لا يمكن ستره، فما مما لا بد من إظهاره، كما قال عبد الله بن مسعود ومن معه بأنها العباءة والملاءة ونحو ذلك مما يظهر من ثوب المرأة الذي لا سبيل إلى ستره. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجماعة: بل هو الوجه والكفان.
لكن الوجه والكفان دون أن يطرأ عليهما تزين، الزينة التي وضعها الله خلقا وليست الزينة التي وضعت في يدها ووجهها كسبا من حلي ونقش وما إلى ذلك، فهذا ينبغي أن يستر إذا كانت اليد مزينة. وأما إذا كانت الزينة فيما عدا اليد يعني في الساعد كما هو يقول المرفق، ففي هذه الحال لا يجوز إظهارها ولا يجوز إبداؤها سواء كانت مزينة أو غير مزينة، هذا ما يجب ستره بالنسبة للمرأة، فإن العلماء متفقون على وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين، فهذه موضع الخلاف كما ذكر أهل التفسير في تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها، هل هو الوجه والكفان كما قال عبد الله بن عباس أم هو ما لا سبيل إلى إخفائه مما تلبسه المرأة من اللباس الذي تستر به بدنها. أحسن. فكل على كل حال الواجب على الأخت الكريمة أن تستر زينتها التي في مرفقها وأن تستر ما جاوز الكفين بالاتفاق. جميل. ولو سترت ما جاز اليدين والوجه كان ذلك أقرب إلى ظواهر النصوص، فإن ظواهر النصوص دالة على وجوب الستر للوجه والكفين. أحسن الله إليكم. أبو مهند الشيخ يسألني يقول هناك بعض الشركات تقوم بإرسال رسائل ترويجية مدفوعة الثمن من أجل الدخول في بعض السحوبات كالجوالات والسيارات وغير ذلك، هل تعتبر هذه جائزة الدخول فيها؟ الدخول فيها إذا كان الدخول فيها مشروطا فيه الشراء، بمعنى لا بد أن تشتري حتى تدخل، فإن كان الإنسان قد اشترى شيئا يقصده ويريده وأعطي رقما فلا بأس بذلك، في الراجح من قول العلماء ومن أهل العلم، وبه صدرت فتوى عديد من أهل العلم المعاصرين، المنع مطلقا، لأن هذا يكون نوعا من المغامرة والمقامرة والدخول في غرر، لأنه قد يفوز وقد لا يفوز، هو سيأخذ السلعة لكن قد يفوز معها بشيء مجهول دفع الثمن من أجله، لكن الذي يترجح أنه لا بأس إذا كان هذا مقصودا، إذا كان الشراء مقصودا، أما إذا كان الشراء غير مقصود بمعنى أنه أنا أشتري هذه السلعة لأن عليها سحب ما لغرض فيها، ففي هذه الحال هذا من الميسر المحرم الذي يدخل في قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أحسن الله إليكم شيخنا. معنا عبد الله من السعودية، السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا حبيبنا. شيخنا الفاضل، ودي أستفيد منكم في بعض النقاط اللي ذكرتموها في تحريم التسويق الشبكي. نعم. أول نقطة شيخنا الفاضل قضية الغرض، ودي أفهم منكم يا شيخنا إيش وجه الغرض؟ طبعا أنا أتكلم عن صورة معينة وقفت عليها، فأنا أفهم وجودها في بعض عمل بعض الشركات اللي تمارس التسويق الشبكي، لكن أنا أتكلم عن شركة معينة وقفت على معاملاتها، فودي أفهم منكم يا شيخنا إيش وجه الغرر والتغرير، لأنه كلنا عندي فيها بعض طيب الشركات. جميل. النقطة الثانية يا عبد الله فقط هو هذا. طيب شكرا لك يا عبد الله، يعطيك العافية. أخونا عبد الله يسأل عن وجه الغرر في التسويق الشبكي يا شيخنا. التسويق الشبكي طبيعته الأساسية التي جرى بها العمل، نعم، قائمة على الترغيب في الشراء بوجود حافز، هذا الحافز هو أنك تدخل بشرائك مسوقا لهذه الشركة تجني من هذا التسويق أرباحا، فالعقد في الحقيقة ليست السلعة هي المقصودة الأساس فيه، بل كثير من الأحيان يدخل كثير من المتعاملين بالتسويق الشبكي لأجل الانضمام لقائمة المسوقين لهذه الشركة عبر الشبكة، وبالتالي الغرر واضح. لماذا؟ لأنه يدخل يدفع مثلا قيمة هذه السلعة، وهو قد يريد هذه السلعة ويحتاجها لكنه ليست هي الخيار الأمثل مثلا، أو ليست هي المقصود الأول، يمكن أن يجدها بغيره، لكن دخل لأجل التسويق، وبالتالي الآن هو لا يدري كم سيجني من هذا التسويق، فيكون قد بذل مالا في مقابل فائدة لا يعلم حصولها،
طيب يقول لا أنا سأستفيد، لا يعلم كم سيستفيد. صحيح. صحيح. وبالتالي كان هذا من جملة عقود الغرر في تصنيف كثير من فقهاء العصر، ولهذا جمهور العلماء المعاصرين على تحريم التسويق الشبكي. موضوع التغرير هو مما تقتضيه الأعمال التسويقية في كثير من الأحيان، لا سيما في مثل هذه الشركات المحدودة التي ليس لها محلات ولا لها تسويق إلا من خلال التسويق الشبكي. تجد أن المسوق يجتهد ويبذل غاية جهده حتى يكتسب زبونا، لأنه بشرائه سيجني من هذا الشراء نقاطا وعوائد مالية. صحيح، أحسن الله إليكم. فجر في السناب، أبو فجر في السناب يسأل عن تحية المسجد أثناء الأذان، هل ينتظر حتى ينتهي الأذان أم يؤدي تحية المسجد؟ إذا دخل المؤذن يؤذن فلينتظر ويجيب المؤذن، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد أو الراتبة إن كان وقت راتبة، ليجمع بين الخيرين، لأن الآن لما كان الأذان قائما فإن المتوجه إليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكن لو كان هذا في خطبة الجمعة، وهذا كثير، يأتي والإمام قد دخل أو قبل دخول الإمام ويريد أن يصلي الراتبة أو يصلي عفوا تحية المسجد ويؤذن المؤذن، فبعض كثير من الناس يقف حتى يفرغ المؤذن ثم يصلي. لا، في هذه الحال بادر إلى الصلاة، لأن إجابتك المؤذن سنة، وتركك الإنصات للخطيب ترك لواجب، فالإنصات واجب والإجابة إجابة المؤذن سنة، فاشتغل بالنافلة في وقت السنة. جميل. الذي هو إذا إجابة المؤذن لتدرك الواجب الذي هو الاستماع للذكر والخطبة. جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. أبو باسم يسأل عن معنى إن الله هو الآخر ليس بعده شيء. هذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الاسم، قال: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني لا يبقى شيء بعده، لا يبقى حكم البقاء لا يكون إلا له، وما حكم له بالبقاء من الخلق فهو بإبقاء الله له، أما بقاؤه وآخريته فهي ذاتية سبحانه وبحمده. أحسن الله إليكم. أم حنان من السعودية، السلام عليكم. أم حنان معنا يا شباب؟ طيب، إلى أن تعود. يسأل هذا شيخنا، يقول: أخذت مال أيتام ثم ساهمت به في إحدى المساهمات، خسرت هذه المساهمة، هل أعتبر ضامنا لهذا المبلغ؟ الجواب في قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. جميل. فأمر الله عز وجل بالإصلاح للأيتام في أموالهم. ثم قال جل وعلا في ما لا بد له من الخلطة: وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وفي الآية الأخرى قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالله تعالى، الله جل وعلا، أمر في مال اليتيم بالإصلاح، وأمر في مال اليتيم بأن لا يمس إلا بالتي هي أحسن. فما يتعلق بالاتجار بأموال الأيتام، إذا كان الإنسان موكلا مفوضا بالاتجار في أموالهم، فإنه يجب عليه أن يتوخى في مواضع الاستثمار الاستثمارات الآمنة، أما الاستثمارات عالية المخاطر أو ذات الخطر البين ينبغي تجنيب أموال الأيتام، وكون يبقى لهم المال من حيث رأس مالهم أو أصل مالهم أطيب من أن يستثمر لهم في استثمارات عالية المخاطر تكون مفضية إلى ذهاب أموالهم وما إلى ذلك مما يترتب على هذه الاستثمارات. جميل. وبالتالي الواجب عليه أن يستثمر في إذا استثمر وكان مأذونا له في الاستثمار، وكان هذا هو الأحسن للأيتام، أن يستثمر في استثمارات تعود عليهم بالربح بنسبة عالية جدا، يعني بنسبة عالية أنهم يستفيدون لا يخسرون. إذا وقع خسارة بعد الإذن بالاستثمار، ولا سيما إذن جهات ذات اختصاص كالمحاكم ونحو ذلك ممن له الإذن، ففي هذه الحال إذا كان قد أحسن بأن لا تفريط في فعله ولا تعد في عمله، فإنه عند ذلك لا ضمان عليه، لأنه وكيل ويده يد أمانة، والوكيل الذي يده يد أمانة لا يضمن ما تلف في يده من غير فعله. أحسن الله إليكم. في السناب شات أبو ليلى يقول: السلام عليكم ورحمة الله،
تم عقد القبول والإيجاب لرجل خطب امرأة، لكن لم يكتب ذلك في الوثائق الرسمية، وذكر أنه تم أيضا التحليل وغير ذلك، ثم توفي في حادث، هل قبل أن يدخل بها، هل يعتبر زوج هذا، هل يعتبر هذا زواجا صحيحا مكتملا بحيث أن لها حق في المهر والإرث؟ نعم، هذا زواج مكتمل ما دام فيه إيجاب وقبول وتوافرت شروط النكاح وتمت وتوافرت أركانه، فإنه يعتبر زواجا مكتملا. وأما تثبيته فهذا تكميل، وبالتالي إذا مات فإنها ترثه، وإذا ماتت فإنه يرثها لأنها زوجته وهو زوجها، فلها نصيب الأزواج، لها نصيب الزوجات، وله منها إذا توفيت نصيب الأزواج. أحسن الله إليكم. ذكرت الأخت رب اغفر لي، ذكرت امرأة عمرها 52 سنة انقطع عنها الحيض أكثر من 3 أشهر ثم عاد إليها مرة أخرى، هل تعتد بهذا الحيض أم لا؟ إذا عاد على صفته المعتادة نعم تعتد، ما دام ان الاصل في الدماء الخارجه من النساء انها حيض، هذا هو الاصل، وبالتالي كونه انقطع فتره ثم عاد فهذا العود يعتبر دم حيض، الا ان يكون واضح انه ليس بدم حيض، فعند ذلك لا تعتبره دم حيض، بمعنى انه يكون دم عرق استحاضه. جميل. سالم يقول، هل يجوز ان اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ في امر من امور الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، والعصمة له صلى الله عليه وسلم فيما يكون من أمور التشريع، وما يقع من اجتهاد خلاف الصواب يبينه الله تعالى له. وأما ما يتصل بأمور الدنيا فنعم قد يقع منه خطأ صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ينبغي أن لا يصرح بذلك، بمعنى أن لا يجري على لسان الإنسان ذلك، رعاية لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وحفاظا على منزلته صلى الله عليه وسلم، لئلا يتوهم أن هذا دائم في كل ما يكون منه صلى الله عليه وسلم وهو في أمر الدنيا. أما أنه احتمال أن يكون هذا، أما أن يكون هذا في بعض فعله صلى الله عليه وسلم فنعم، فقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة في النخل، ولم يكن النخل في مكة، لو تركتموه يعني دون تلقيح فلم يلقحه، فخرج شيصا يعني ليس فيه تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قالوا له ذلك، أنتم أعلموا بأموري دنياكم، فدل ذلك على أن الخطأ منه يمكن أن يقع، بل قد وقع في هذا الخبر الذي تعلق بأمر من أمور الدنيا فيما يتعلق بتلقيح النخل، حيث قال لو لم تفعلوا تصلح، أي تطيب والثمار وتنجح، ولم يقع ذلك منه إذ خرج شيصا أي تمرا رديئا، فقالوا له في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم. والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم شيخنا. في السناب شات صاحب البراري كذا سمى اسمه يقول، ما حكم أو ما هو القول الصحيح في أكل لحم الضباع؟ عفوا، بخصوص السؤال السابق، خلاصة القول أن وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا جاري، وقد وقع، والشاهد ما كان في قصة تلقيح التمر في صحيح الإمام مسلم حديث أنس، لكن التلفظ بهذا ينبغي أن يتجنب، بمعنى لا سيما عند من لا يفهم أو لا يعقل أو لا يعي أن هذا لا ينقص قدره صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقول بما أنه رسول إذن كل ما يصدر عنه حتى في أمور الدنيا ليس فيه إشكال، وهذا ما جرى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما قال لهم صلى الله عليه وسلم في التمر لو لم تفعلوا لصالح، قال فخرج شيصا فمر بهم فقالوا يا رسول الله قلت كذا وكذا، يعني وأنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاب أنتم أعلم بأمور دنياكم، مما يدل على أن ذلك يمكن أن يقع، أي أن يخطئ في أمر من أمور الدنيا، لكن تأدبا ينبغي أن يصان اللسان عن ذلك. أما أمور التشريع فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه، وما وقع من اجتهاد على خلاف مراد الله
وحكمه فإن الله يقومه، عبس وتولى، عفى الله عن كلمة أذنت لهم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان نبي أن يغل، ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالآيات واضحة في تعقيب الآيات القرآنية على بعض اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالتشريع. أحسن الله عليكم. صاحب البراري يقول: ما هو القول الصحيح في أكل لحم الضباع؟ الضباع للعلماء فيها قولان. من أهل العلم من قال إن الضباع من السباع، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، والضباع لها ناب تفرس به فإنها مندرجة في المحرم. وقال آخرون إن الضباع يجوز أكلها، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع شاة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في فدية قتل الصيد، ولو لم يكن صيدا يؤكل لما وجب فيه الجزاء في ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قوله في الضبع شاة. فتنازع الأمر هذا. عندما نشاهد الضباء التي نعرفها في هذا العصر نرى أنها لا تختلف عن الذئاب، بل صحيح. هي في الافتراس قد أشد. تكون أشد صحيح. وبالتالي قال بعض أهل العلم إن هذا في ضباع غير المعهودة. بعض العلماء المعاصرين قال هذه الضباع ليست هي الضباع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه سباع. وقال آخرون بل الضبع لا يفترس إلا عندما تضيق به الحيل فيبلغ به الجوع مبلغا لا يجد طعاما فيفترس. والأقرب والله تعالى أعلم أن الضباع المعاصرة التي نشاهدها من السباع. جميل، أحسن الله إليكم. عائشة تسأل شيخنا تقول: شككت أني نسيت الجلسة بين السجدتين واكتفيت فقط بسجود السهو قبل السلام، فهل فعلي صحيح؟ شكت لأنها نسيت. شككت بأني نسيت الجلسة بين السجدتين. أيها يعني ركن. نعم. طيب وماذا صنعت؟ تقول اكتفيت بسجود السهو قبل السلام. إذا كان الشك هذا ترجح لك فيه شيء، بمعنى غلب على ظنك أنك جلستي وسجدت للسهو فلا شيء عليك. أما إذا كان الشك قائما لم يترجح لك شيء، فالواجب اعتبار أنه ما جلست للتشهد، يعني تحتسبين أنك لم تجلسي للتشهد. فماذا تصنعين؟ عفوا، لم تجلسي من السجدتين، فماذا تصنعين؟ تجلسين ثم تسجدين السجدة الثانية وتكملين الصلاة وتسجدين للسهو قبل السلام. أحسن الله إليك. فلا أعلم ماذا كان في نفسك مما يتعلق ب، هل أنت غلبت الظن بأنه قد جلستي، أم أنك أهملت الشك مع كونه لم يترجح لك شيء؟ فإذا كان كذلك فعيد الصلاة. أحسن الله عليكم. عبد الملك الشمري يقول: دخلت غرفة العمليات قبل صلاة الظهر ولم أخرج منها إلا حول الساعة 11 مساء، هل أعيد هذه الصلوات؟ دخل متى؟ قبل صلاة الظهر. دخل قبل صلاة الظهر وترك صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأفاق. نعم. يجب عليه قضاء هذه الصلوات ويبدأ بالصلاة الحاضرة، إذا كان أفاق وقت العشاء يصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يقضي صلاة الظهر والعصر. وذلك أن القضاء هنا في حال الإغماء، لأنه أغمي عليه بفعله، وإذا كان الإغماء بفعله ووقته يسير فإنه يقضي ما فاته من الصلوات. أحسن الله إليكم. أبو مهند يسأل شيخنا: هل في الدين المؤجل زكاة؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا زكاة فيه، ومنهم من قال إنه إن فيه زكاة كسائر الأموال، ومنهم من فرق بين الدين الذي على ملي والدين الذي على غير ملي، فأوجبه في الدين الذي على الملي أي القادر على الوفاء، والدين الذي على غير ملي معسر أو مماطل لا يجب فيه زكاة إلا مرة واحدة. ومنهم من قال ليس في الدين زكاة بالمطلق. والأقرب والله تعالى أعلم ما ذهب إليه الجمهور من التفريق بين ما ذهب إليه مالك من التفريق بين الملي وغير الملي. أحسن الله عليكم. مرام تسأل تقول: والدي طلق والدتي منذ 15 عاما وبقيت معنا في البيت وتزوج بعد ذلك، والدي يقوم أحيانا بإيصال الوالدة لبعض حاجاتها ويتحدث معها، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من غير يعني وقوع فيه محرم فلا حرج، والأفضل ترك هذا. لكن يعني إذا كان هذا في مكان مفتوح وليس ثمة خلوة فأرجو أن لا بأس به إذا دعت إلى ذلك ضرورة. أحسن الله عليكم. أحمد الطائي يقول: السلام عليكم، كيف نحصل على اليقين الذي يقودنا إلى عدم الإشراك بالله عز وجل، خصوصا أننا هنا يحصل عندنا كثير من الفتن، وأحيانا قد تزيغ قلوبنا وأنفسنا في الوقوع في بعض هذا من باب المجاملة؟ اللهم أهدنا في من هديت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا الجلال والإكرام. لا شك أن اليقين هو غاية العلم وثمرة المعرفة بالله عز وجل، فإن اليقين ثمرة العلم الجازم والمعرفة التامة بالله عز وجل. وفهمت من سؤال الأخ أنه يتعلق بموضوع التورط في بعض الأعمال الشركية. نعم صحيح. لا شك أن المؤمن مطلوب منه بذل الوسع في تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، لأنه الذي أمر الله تعالى به الناس أجمعين، وهو أول المطالب من المكلفين أن يكونوا عبادا لله موحدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس: وحدوا الله، اعبدوا ربكم أي وحدوه. فالتوحيد واجب على العبد وينبغي أن يحرص عليه وينأى بنفسه عن الشرك. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك على أصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقال الله عز وجل فيما قصه عن إبراهيم عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولو لم يكن هذا مخوفا لما سأل الله السلامة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي سأل أبو بكر: كيف النجاة منه؟ قال: اللهم إني أعوذ بك. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالواجب على المؤمن أن يكون في هذا الأمر على غاية الحذر، فإن التورط في الشرك هو تورط فيما لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالآيات والنصوص في هذا الشأن كثيرة توجب الحذر والخوف، وأن يكون القلب لله خالصا لا يعبد سواه ولا يلتفت إلى غيره، بل يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، فلا يصرف العبادة لغير الله، بل يعبد في حجه، في إحسانه، في بره لوالديه، في كل أحواله يرجو الأجر من الله عز وجل، لا يرقب من الناس ولا يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. وما يكون من الأدعية والاستغاثة بغير الله هذا كله من الشرك، كذلك النذور والذبائح والطواف كل هذا من صور الشرك التي يتورط بها بعض الناس عند المشاهد والأضرحة والقبور، ويخرجون بذلك عن صفاء التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله تعالى كمن ذكر الله تعالى ممن سلم: القلب لا يطيب ولا يسلم ولا ينجو ولا يرتاح ولا يطمئن ولا يسكن ولا يلتذ ولا يبتهج إلا بطاعة الله وتوحيده جل وعلا، بمعرفته وإخلاص العبادة له. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، أخلص دينه لله فلم يلتفت إلى سواه ولم يعبد غيره ولم يصرف العبادة لغيره، لا في دعاء ولا في استغاثة ولا في طواف ولا في نذر ولا في ذبح ولا في غير ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله لجلب نفع أو دفع ضر. الذي يأتي بالحسنات هو الله، والذي يدفع السيئات هو الله، لا يأتيك خير إلا من ربك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فعلق قلبك بالله، وأقوى الأقوياء هو من كان بالله معتصما وعليه متوكلا محققا إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. آمين يا رب العالمين. في السناب شات أبو مشعل يقول: لي صديق يقوم بجولات في فترة الإجازة، جولات سياحية لكثير من دول العالم، يقوم بزيارة بعض الأماكن
والتي قد يكون فيها بعض المخالفات الشرعية مثل التماثيل والكنائس ويقوم بتصويرها وتوثيقها، غير أنه لا يحذر من هذه الأشياء، فهل فعله هذا صحيح؟ إذا كانت هذه الأماكن أماكن شرك وكفر وفسوق وعصيان فهذا ينبغي المؤمن أن يتجنب إتيانه، فقد ذكر الله تعالى في أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. جميل. فالزور هو كل باطل، ومنه هذه المشاهد التي فيها الشرك بالله والكفر به، إلا أن يكون ثمة حاجة للتوثيق فلا بأس عند ذلك للحاجة، أما فقط للفرجة والنزهة هو يمكن أن يشاهد هذه الأشياء من دون أن يذهب إليها إذا كان له اهتمام في مشاهدتها. جميل. فإنه لا يؤمن على الحي فتنة، وأغلى ما تملكه توحيدك وإيمانك بالله، فلا تعرضه للفتنة والأخطار. الله المستعان. نسيم الورد تقول: ما حكم توريد الشفايف عن طريق الحقن أو الليزر؟ فيما يتعلق بالحقن هو نوع من الوشم، لأن الحقن هو أن تدخل المادة تحت الجلد، وهذا من الوشم الذي ورد فيه النص لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواشمة والمستوشمة، يعني التي تفعل ذلك أو يفعل بها ذلك. وأما ما يتعلق بالليزر، الليزر إذا لم يكن فيه حقن وإنما هو تسليط ضوء ونحو ذلك من المعالجات التي ليس فيها حقن، فهذه لا تدخل في الوشم فلا بأس إذا دعت إلى ذلك حاجة. أحسن الله إليكم. غسان، إذا دعت إلى ذلك حاجة ولم يكن فيها ضرر. أحسن الله إليكم. غسان أحمد يسأل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين؟ الطريقة الصحيحة للمسح على الخفين هي أن يبل يديه بالماء ويمسح بيديه على قدميه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، هذا هو المشروع في المسح على الخفين، فيمسح ظاهرهما دون باطنهما ودون أجنابهما. جميل. وهل يجزي مسح البعض؟ للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال لو مسح بعضا أجزأه وهو الظاهر، والله أعلم أنه مسح البعض يجزي. أحسن لك. محمد حسين من ألمانيا يقول: هل هناك حد معين للمهر صعودا ونزولا؟ نزولا أن يكون بما له ثمن عادة، إما منفعة لها ثمن وإما مال له ثمن، ودليل ذلك حديث سهل بن سعد في الرجل في المرة التي عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له فيها حاجة، فقام أحد الحاضرين فقال: إن لم يكن لها بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال له: هل عندك من مال؟ قال: إزاري. قال: التمس ولو خاتما من حديد. الإزار ماذا تصنع به؟ إن أعطيتها إياه بقي الإزار ما يستر بأسفل البدن، إن أعطيتها إياه لم يبقى عليك إزار، وإن لم تعطيها إياه ما أعطيتها شيء، فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني بما تحفظه من القرآن، أن تعلمها إياه. جميل. فهذه خدمة، الآن العقد تم على مهر هو خدمة مقابل ثمن في العادة، وهي التعليم، جهد التعليم. ولو كان ذلك بخسا أو رخيصا فلا بأس، لكن الذي ينبغي أن تعطى مهر أمثالها، أن تعطى المرأة مهر أمثالها. فيما يتعلق بأعلى ليس ثم حد لأعلى، لكن لا تغال في صدق النساء، هكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: فلو كان مكرمة لا كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد في نكاحه ولا في زواج بناته على 12 أوقية، يعني قريب من 1500 إلى 3000 ريال سعودي بالتقريب هذا. ثم ذكر أن المغالاة في المهر تبقي في نفس الرجل على المرأة شيئا حتى يقول: لقد كلفت لكم عنق
القربة، يعني المشقة والالتواء العسير الذي تحملته للوصول إلى المرأة. فينبغي الاقتصاد والتيسير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء خيرهن أيسرهن صداقا. الحمد لله. نوف تسأل يا شيخنا، تقول حكم رسم الحواجب بمادة لمدة 6 أشهر تستمر لسنة أو سنتين، ولا يدخل في أنسجة الجلد الطبقة الأولى فقط من غير خروج للدم؟ أنا ما أعرف هذا، إذا كان في حقن فهذا لا يجوز سواء خرج دم أو لا، لأن الحقن قد يكون لطبقة بحكم التقنية الحديثة لطبقة مرتفعة لا تصل إلى العروق أو إلى مجاري الدم من الشعيرات، فهذا يأخذ حكم الوشم. أما إذا كان رسما وليس فيه حقل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. شروق تقول، تقدم إلي رجل للخطبة رفضه والدي لقلة راتبه في العمل. إذا كنت رضيتي فالمفروض أنه لا يرده، بل يبصرك ويقول يا بنتي ترى هذا وضعه كيت وكيت وكيت، وهذا أخشى أن يكون سببا لتعثر زواجك، لكن أن يرده مع رضاك به فليس له في حق. الله المستعان. إذا أتكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول، هل يلزم دفن هذا أبو باسل، هل يلزم دفن الأطراف المبتورة خصوصا إذا كانت قدما كاملة أو يدا كاملة؟ نعم، تدفن هذه الأجزاء في مكان محترم، لكن لا تأخذ حكم الميت من جهة الغسل والتكفين والصلاة، لأن هذا لا يكون إلا على البدن كله أو على ما فيه روح من البدن إذا فارقها مات الإنسان. أحسن. فتدفن إكراما للإنسان وصيانة لأعضائه من الدنس والأذى، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. أحسن الله لكم. أبو فلاح يسأل شيخنا عن مصطلح أهل السنة والجماعة، ما المقصود به ومتى عمل به؟ أهل السنة والجماعة هم المعتصمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الملتزمون باجتماع أهل الإسلام، وبه يتبين معنى هذين الوصفين، أهل السنة لأنهم يصدرون عن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقرير، فعنه يصدرون وبه يعتصمون وإليه يأرزون ويرجعون، فالسنة مرجعهم. والسبب في هذا أن السنة هي بيان القرآن. صحيح. قال الله تعالى، ونزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالله عز وجل أنزل الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه، وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يمكن فهم القرآن دون أنوار السنة المطهرة النبوية، فلذلك هم أهل السنة. وأما أهل الجماعة فلأنهم لا ينزعون يدا من طاعة مما اجتمع عليه أهل الإسلام، وأيضا يعملون بالإجماع، فيأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة من الأقوال ويعتبرونه، لقول الله تعالى، ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول يبتغي غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلذلك سموا أهل السنة والجماعة. هل هذا حديث؟ الجواب لا، هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية، عندما ذكر الفرق قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقال الصحابة كما في حديث عبد الله بن عمرو، من هي يا رسول الله؟ في حديث أنس، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فما كان على مثل ما عليه هو صلى الله عليه وسلم أي على سنته، وما كان عليه أصحابه من الاجتماع على الكتاب والسنة وعلى أئمة المسلمين وعدم منازعتهم فيما ولوه وأخذوه من الولايات والحكم، هذا معنى أهل السنة والجماعة. وإنما تميز هذا، لم يكن هذا المصطلح عظيم الظهور بهذا اللفظ في زمن الصحابة، لأن الحوادث والبدع طرأت بعد ذلك، فلما تضخمت الانحرافات وعظمت
تميز أتباع القرون المفضلة من الصحابة والتابعين والتابعين بأنهم أهل السنة وأهل الجماعة. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم وأن يميتنا على عقدهم. آمين يا رب. وأن يحشرنا في زمرة إمامهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام. أبو نايف في السناب شات يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل المزايدة في الحراج تعتبر من البيع على بيع المسلم؟ لا، لأن هذا البيع طبيعته المزايدة. أما إذا كان هذا في بيع خاص فإنه لا يكون، إذا تمت إذا ركن أحدهم إلى الآخر فإنه إذا جاء أحد وأراد الدخول إما للباع بأن يعطيه ثمنا أكبر أو المشتري يغريه بثمن أقل فيكون هذا من البيع على بيع أخي. لكن إذا كان في المزايدات فإن المزايدة مبناها على طلب الزيادة، ولذا كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو زيادة في الثمن لمن لا يرغب في شرائه، سواء كان في مزاد أو في غير مزاد، لكن في المزاد من أوضح الصور. أيضا تكون هذه الصورة موجودة، البيع على بيع أخيك في المزادات، إذا ركن، إذا تم البيع، يعني بمعنى أنه من يزيد توقف الحراج على سعر معين، خلاص هنا إذا جاء شخص قال لا أنا أعطيكم أكثر وأعطوني، هنا كان مما يدخل في النهي، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أحسن الله إليكم. عايض من محاي العسير يقول السلام عليكم، أنا أقوم بزراعة بعض المزارع مثل الذرة والحبوب وأبيعها للأعلاف لأشخاص قبل أن يكتمل الثمر، فهل هذا صحيح؟ يبيع ألاف؟ أعلاف على شكل أعلاف. إيش دخل الثمر بالألاف؟ هو يقصد أنه لم تبدو الحبوب أو لم تشتد الحبوب بعد، هل لابد أن يبيعها إلا إذا استوت؟ يقصد بيع الحصدة؟ أي نعم، حصدة. يعني هم يقومون شيخنا بزراعة قطع أراضي كبيرة، أيوة، ثم ذرة وأيضا قمح، لكنهم لا تستخدم في الحصاد وإنما تستخدم على شكل أعلى، فإذا استوت إلى النصف يبيعها على الأشخاص، على بعض الأشخاص. إيه، فإذا باعها وجب عليهم حصادها فورا. إذا بيعت زروعا لا يرتقب ثمرها يجب حصدها فورا. جميل. يعني لا تترك، بل يبادر بحصدها لأجل أن يتملكها. جميل، حسن الله إليكم. أيمن من سوريا يقول هل يجوز للإمام قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة بحيث يقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان؟ خلاف السنة، فإذا لم يقرأها مكتملة فليقرأ ما شاء من القرآن، لأنه إذا قرأ جزء السورة ظن السامعون أنها واجبة أو أنه لا بد أن تقرأ، فيقرأ غيرها إذا كان لا يتمكن من قراءتها كاملة. أحسن الله إليكم. عبد العزيز يقول دائما أصلي خلف الإمام ولا أقرأ سورة الفاتحة، هل يجب أن أقرأها أحيانا وأتركها أحيانا عملا بالسنة وخروجا من الخلاف؟ لا، الواجب عليك اتباع السنة بالإنصات إذا كان الإمام يقرأ، فإذا ترك لك مجالا للقراءة فاقرأ، هذا ما دلت عليه السنة في قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا فيما رواه مسلم من حديث أبي أمامة. أحسن الله إليكم. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نورة من الدنمارك تقول وصل الحال بزوجي في حالته النفسية إلى أنه أصبح شبه مضطرب عقليا، فهل لي في هذه الحالة أن أطلب الطلاق أو الفسخ؟ إذا كان هذا يلحقك به ضرر فنعم يجوز، هذا بأس. والذي تمنع منه المرأة فيما يتعلق بطلب الطلاق أن تطلب طلاقا من غير ما بأس، أما إذا كان ثمة بأس، هناك بأس حقيقي، فإنه لا بأس أن تطلب المرأة الطلاق، ومنه الاختلال العقلي الذي تذكره. أسأل الله يصلح الحال. آمين يا رب العالمين. نجيب من الجزائر يقول في القاعدة يحرم التفاضل في كل مكيل موزون، القاعدة مفهومة لدي، لكن ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل والوزن معياران من معايير القياس، والكيل القياس فيه بالحجم، والوزن القياس فيه بالثقل. الآن لما أقول لك هذا لتر ماء أنا أقيس بحجم الماء، هذا الإناء للحجم، لا أقيس بالوزن. لكن لما أجي أقول هذا كيلو أو رطل أو باوند فأنا أقيس
بثقله. صحيح. الوزن يقاس فيه بالثقل، ولكن يوضع الميزان ويوضع فيه الثقل هنا والمبيع هنا حتى يرى هل ثقل هذا كهذا. هذا البيع بالميزان بالوزن. أما البيع بالمكيال بالكيل فهو قياس بالحجم، كبيع الحليب واللتر حليب لتر ماء وما أشبه ذلك، أو صاع تمر أو صاع وما أشبه ذلك، أو صاع رز وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. لعله يكون سؤال أخير. عبد الملك يسأل يقول: تحية المسجد عندما تكون قبل غروب الشمس، هل الأفضل أن أؤديها أم أجلس؟ لا، صليها متى ما دخلت المسجد. إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في كل وقت. أحسن الله إليكم. شكرا لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة، واللي غطينا فيها كثيرا من أسئلة إخواننا وأخواتنا عبر أدوات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم الشيخ خالد. الله يحفظكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. شكرا لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي جمعنا بصاحب الفضيلة الأستاذ دكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء بمنطقة القصيم. شكر الله له وشكر لكم. ألقاكم على خير، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.